طيب الشباب من ذوي الهمم يا استاذ ناصر كلهم طاقات ابداعيه، كلهم شغف لاداء الكثير من المهام والحاجات اللي بنشوفها من خلال هذا التقرير واللي بنعرضها دلوقتي على الشاشه من خلال الفعاليات والانشطه، ازاي بيتم اختيارهم؟ وزي ما قلت حضرتك طبعا ذوي القدرات والهمم دول ولادنا من من من, من ذوي القدرات والهمم، بيبقى ليهم فوق يمكن بيصر معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اصرار كبير ان لازم يكون ليهم فوق وحقهم علينا وحقهم على الدوله المصريه، ان لازم يقول ليهم كافه الحقوق والواجبات زيهم زي اي شاب وفتاه من الاسوياء، بيتخصص لهم فوق كل عام بيشاركوا فيه على مدار الاسبوع، ومش عايز اقول لحضرتك يعني كميه السعاده والكميه السعاده والارتياحيه اللي بيكون فيها الولاد خلال الاسبوع، لان خلاص بيتنقل احساسهم لمنطقه ثانيه خالص، بيشوف الاثار بيشوف الـ 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 المناطق الاثريه اللي في الاقصر واسوان، يمكن انا هتكلم على اسوان بصفه خاصه، مش عايز اقول لحضرتك كميه السعاده اللي كانوا فيها الولاد وكميه الانبساط واصرارهم اصرار كبير ان هم يجي، يمكن كان في ناس اول مره يطلع رحله زي كده، خلاص بيرجع احساسه ثاني خالص، بيرجع احساسه وده يمكن احد البرامج اللي بترعاها وزاره الشباب والرياضه اللي هو برنامج الدعم وبرنامج تنفيذ كود الاتاحه اللي بتنفذه وزاره الشباب والرياضه في معظم المنشات الرياضيه والشبابيه، وده يمكن اللي استفدنا منه احنا في مشروع حياه كريمه، يمكن بالنسبه لمحافظه اسوان اتطور 158 مركز ضمن المرحله الاولى لمبادره السيد رئيس الجمهوريه حياه كريمه، اتنفذ فيها كود الاتاحه بحيث ان الشاب او الفتاه من ذوي القدرات والهمم يدخل المركز ويمارس كافه الانشطه المتاحه ليه بسهوله ويسر، من اول الرامب يمكن لو اتكلمنا عليه اللي هو دخول الكرسي المتحرك وخروجه الى الحمامات الخاصه بذوي القدرات والهمم، واعداد المركز وتجهيزه لتنفيذ كل الانشطه اللي خاصه بالقدرات والهمم. ويمكن ده مش غريب على القياده السياسيه او مش غريب على وزاره الشباب والرياضه ان بتنفذ او بتؤدي السياسات اللي بترعاها الدوله المصريه وزاره الشباب والرياضه، ان يستفيدوا ان القدرات والهمم يستفيدوا من كل او من معظم الانشطه اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه.